الخير، ليلة في زيارة إلى معرض التصوير لجماعة التصوير الضوئي بالقطيف، 63 فنان يعرضوا إنتاجهم. هذه لوحة المعرض في كثير من الفعاليات، إضافة للمعرض هناك لقاءات وأمسيات وندوات. بسم الله بندخل المعرض. هذه بعض اللقطات من المعرض. كما تلاحظون المعرض يناقش حياة الشارع وتراث القطيف أيضا. هذه بعض اللقطات من حياة الشارع. هنا اللقطات جميلة جدا من تراث محافظة القطيف. هذه اللقطات كذلك من تراث محافظة القطيف كما تلاحظون للفنانة سعاد آل شبيب، جميل جدا. واليوم كنا نتكلم عن اللون الأخضر، هذا أيضا من تراث محافظة القطيف، الفنان حسام العابد، رائع. الصور كثيرة جدا من تراث المحافظة، شوفوا اللبس كيف، أيضا المزارعين من محافظة القطيف. حياة الشارع مليئة بالقصص اليومية، بالتأملات، بتفاصيلهم، بتقاطيعهم، بمشاعرهم. وللطفولة أحاديث معبرة وتفاصيل صغيرة تستطيع أن تتأملها. وهذا اللون الأخضر موجود منطقة زراعية باعتبار محافظة القطيف زراعية بحتة طبعا. وكذلك لا ننسى النخلة والرطب، هنا توثق للفنان حسن أبو تاكي. وباعتبار أن محافظة القطيف محافظة بحرية، الصورة هذه أيضا من سوق السمك بالقطيف وهي لياسر العمران. هذه وجوه قطيفية، شوفوا تحكي تجاعيد الزمن والحياة وخبرة الحياة. كما قلت هناك العديد من الصور التي توثق الحياة في القطيف، الحياة التراثية، تراث القطيف، تراث هذه المحافظة العريقة. الجميل أن أغلب الصور توثق حياة الشارع، والشارع فيه قصص كثيرة، وهناك أيضا محور للقطيف وهذا جانب جميل جدا. هذه بعض اللقطات الجميلة، المعرض فيه كثير من اللوحات الرائعة والمميزة. هذه بعض من اللقطات من محور الشارع بشكل عام، لأنه في محورين، محور الشارع ومحور القطيف. هذا شارع أحد في محافظة القطيف، وهذا يتوسط خزان المياه، هنا طريق الكورنيش في المحافظة، وهنا الجسر الجديد. المعرض مفتوح لمدة 10 أيام من الآن، مفتوح مساء من الساعة 7 وانت ماشي. مكان المعرض في مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف، وفي محاضرات وندوات على هامش المعرض ومفتوحة للجميع. زوروا المعرض، مميز، مفتوح مثل ما قلت لكم من 7:30 إلى 10 في الليل كده، رواق، وتعالوا شوف الأجواء.